أنا انتقل لموضوع تاني، ويمكن شواطئ عروس البحر المتوسط شهدت قلعة قايتباي فيها افتتاح معرض السور الصيني المصري بالأسكندرية. المعرض ده بيستهدف تنشيط السياحة الصينية داخل المناطق الأثرية من خلال عرض التراث الثقافي الصيني. خلينا ناخد تفاصيل أكثر، يمكن احنا عارفين ان دايما في حالة من حالات المزج في الثقافات، سواء كانت الثقافة المصرية الصينية، الثقافة المصرية الروسية وغيرها. احنا عندنا حالة المزج دي والتعايش مع الثقافات الأخرى يمكن أهم ما يميز الهوية المصرية تحديدا. خلونا نعرف تفاصيل هذه المبادرة وافتتاح معرض السور الصيني المصري بالإسكندرية من خلال الأستاذ محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح النور يا فندم، على سيادتك وعلى كل المشاهدين. يعني عاوزين نعرف من حضرتك في البداية الأعمال اللي بيشملها هذا المعرض المصري الصيني تحديدا، والهدف من الفكرة. والله يعني القنصليه الصينيه والمجلس الاعلى للاثار يعني تشاركوا سويا يعني في عمل اول معرض للصور الصيني المصري، ده يعني اول معرض يمكن في مصر كلها، وهم اختاروا قلعه قايتباي اللي هي ايقونه الاسكندريه بقى، وهي القلعه طبعا هي جاذبه للسياحه، ما فيش حد بيجي اسكندريه اصلا عروس البحر الابيض المتوسط الا لما لازم على برنامج السياحه يزور القلعه. نعم. وتم الملاحظه ان الوفود الصينيه يعني في تزايد ومستمر خاصه على الاسكندريه، ومن هنا جاء فكره المعرض عشان نشجع استمرار الزخم والجذب السياحي للوفود الصينيه اللي موجوده. فنظمت طبعا المعرض وهو على مدار يومين، وطبعا أقيم برعايه المجلس الاعلى للاثار برئاسه الدكتور مصطفى وزير الامين العام للمجلس الاعلى للاثار. نعم. وبالمشاركه طبعا مع القنصليه الصينيه بالاسكندريه. المعرض على مدار يومين الاربع والخميس، فتح امبارح، وطبعا الجانب الصيني شارك ب 22 صوره بتمثل الثقافه الصينيه والتراث الثقافي الصيني. واحنا كالجانب المصري يعني وزاره السياحه والاثار ممثله في المجلس الاعلى للاثار شاكل ب 15 صوره. الصور طبعا تم اختيارها بعنايه فائقه، يعني وجه الدكتور ابو بكر عبد الله رئيس قطاع الاثار الاسلامي باختيار الصور للنماذج اللي هي الاكثر يعني اهميه بالنسبه للاسكندريه، ومعظمها لمناطق تم ترميمها. وزاره السياحه والاثار ممثله في المجلس الاثار رممتها السنه اللي فاتت. الصور طبعا تمثل قصر السلاملك وقصر الحراملك، كشك الشاي، طاحونه المنتزه، مسرح سيد درويش، جرس دير سابا، اتليه الاسكندريه، البرج الشرقي، كوم الناظوره، بالاضافه طبعا لقلعه قايتباي. طيب انا اعتقد الهدف من المعارض دي بيبقى دايما المزج ما بين الثقافات، او ان احنا نلاقي تلاقي ما بين الثقافات، سواء لانه في الاخر هي شرقيه لكن الثقافه الصينيه غنيه جدا، وطبعا الثقافه المصريه. ازاي في المعرض بتمزجوا هذه الثقافات مع بعض بحيث انه الصينيين الموجودين او السياح الصينيين يبقوا حابين يجوا يشوفوا ثقافتهم طبعا، والمصريين كمان يتعرفوا على الثقافه الصينيه؟ من هنا جت فكره المعرض. يعني المقصود بالصور ان هو طبعا احنا بندور على نقطه فيها نقطه مشتركه. الصور اللي تقدم بيها الجانب الصيني هي صور برضو تخص الثقافة الصينية وكمان الآثار الإسلامية في الفترة دي. طريق الحرير اللي كان بيتم فيه تبادل الثقافة والحضارات والتبادل التجاري بين أقدم حضارتين على وجه الأرض، اللي هو الحضارة المصرية العظيمة والحضارة الصينية العظيمة، وده أدى لنوع من أنواع التبادل الحضاري كمان مع التبادل التجاري. من هنا هم قدموا مجموعة صور بتصور الخزف الصيني اللي كان بيتم صناعته في مصر، خصوصا في الفسطاط وفي عصر الدولة الفاطمية خاصة وفي عصر الدولة المملوكية. والخزف ده متاخد من مقاطعة عندهم اسمها تشينينج، ومن هنا جاء المزج بقى بين الحضارة المصرية والحضارة الصينية، ودي مجموعة الصور ال 22 اللي هم قدموها. هي مرتبطة برضو بالتبادل الحضاري، والآثار اللي هم قدموها هي آثار تعتبر صيني ومصري، يعني هي خزف صيني وتم صناعته في مصر. نعم. طيب عاوزين نعرف برضو من حضرتك أستاذ محمد، فكرة المعرض هتستمر لكام يوم،
وهل في شروط للدخول او رسوم لدخول هذا المعرض؟ لا، المعرض وزاره السياحه والاثار ومسافه المجد الاثار طبعا مجاني، وده مساهمه طبعا في تنشيط السياحه، لكن طبعا اللي هيدخل المعرض لازم هيلتزم بدفع الرسوم بتاعه قلعه قايد باي. احنا عارفين ان المعرض جوه القلعه معمول، اخترنا له كمان مكان في البرج الرئيسي في من اكبر القاعات اللي موجوده عندنا عشان نتيح للزائرين ان هم يستمتعوا بالداخل المعرض. دخول المعرض مجاني، لكن في الاول لازم يكون بقى داخل القلعه وقاطع التيكت الخاص بزياره القلعه. نعم، واللي هو حاجه رمزيه يعني على ما اعتقد يعني. طيب عاوزين نعرف بقى فكره التنظيم برضو، القائم على التنظيم هو تنظيم مصري خالص بفكره مصريه صينيه؟ هو فكره صينيه مصريه وتنظيم طبعا بالكامل مصري، ومشاركه الجانب الصيني بمجموعه الصور اللي هم تقدموا بيها اللي هي الصور ال 22 الخاصه بالتراث الثقافي الصيني. نعم. طيب احنا عارفين دايما انه في فعاليات ما بتنتهيش يعني مع الثقافه الصينيه والثقافه المصريه بشكل عام، فايه الجديد يعني، ايه اللي حابين تعملوه الفتره الجايه بعد المعرض؟ هم يمكن لسه كانوا عاملين زي معرض للصور بس كان داخل القنصليه الصينيه، وهم سموه الشاي من اجل الوئام. هم عندهم كده يعني بيحبوا موضوع الشاي جدا، عندهم يعني كذا نوع شاي، مئات انواع الشاي اللي موجوده عندهم، ودايما كانوا بيحبوا يعني يشاركوا قيادات وزاره السياحه والاثار، وانا هنا بتكلم على القنصليه الصينيه بالاسكندريه. نعم. اللي اطلع على الثقافة الصينية برضو، يعني هم مطلعين علينا، بيحبوا مصر جدا وعاشقين للاسكندرية بصفة خاصة، والوفود الصينية بقى في تزايد مستمر، واحنا قلنا من هنا جت فكرة المعرض عشان ننشط الموضوع ده ونستغل ان هم فعلا بيحبوا زيارة مصر وزيارة الأماكن الأثرية، ومن هنا بنحاول بقى لأن الصور اللي حتى بتعبر عن مزج الحضارة الصينية والمصرية زي ما قلنا، وكمان الكتابه اللي على الصور كلها كتابه صينيه، يعني صينيه مع الكتابه طبعا العربيه، وبالتالي امبارح فعلا جه عدد كبير من الصينيين عشان يشاهدوا المعرض، وده هو الغرض من اقامه المعرض. اكيد، يعني الشرق بشكل عام غني جدا بالتاريخ، سواء الشرق الاقصى او الشرق الاوسط، واكيد مزج الحضارات ده من الحاجات المهمه لتلاقي الشعوب مع بعضها. بنشكر حضرتك الاستاذ محمد متولي مدير عام اثار الاسكندريه.